السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم طبعا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم استاد الأهلي. أكيد يعني الفترة اللي فاتت كان يعني مركزين بشكل كبير على الجمعية العمومية، وأكيد الاستعدادات للدوري الممتاز وأيضا مباراة الترجي كانت بعيد شوية، ولكن الحدث الأكبر كان هو الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة. الحمد لله بشكل كبير الجمعية العمومية وافقت عليها وباكتساح زي ما احنا بنتكلم أو زي ما احنا شفنا من خلال النتائج. لكن يعني لفت نظري في قبل او اثناء الفتره اللي فاتت ان بالرغم ان احنا في هجوم مثلا على اللائحه او بعض وسائل الاعلام او 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 غيره او غيره او بعض الناس بتتكلم وليها وجهه نظرها المختلفه عن طبعا النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيحاول كان يسهل الامور على الجمعيه العموميه، ان كله بيهاجم وبيهاجم قناه الاهلي وسماها، وفي بعض الناس سموها بالاسم ان ده قناه مجلس اداره النادي الاهلي. انا عايز اتذكر بس لو احنا بنتكلم الهدف من خروج قناه الاهلي كانت ايه في وقت من الاوقات، واعتقد ان الخروج القناه ده كان في عهد كابتن حسن حمدي لو نتذكر مع بعض. اعتقد هو الهدف واحد، هو الهدف ان احنا قناه نادي زينا زي انديه كبيره في العالم، تشيلسي، كل الانديه تقريبا الكبيره اللي في اوروبا وكل الانديه اللي بتعتز بناديها بتعمل قناه، ودي ليها اسبابها، اسبابها طبعا لإلا جزء استثماري وده بيبقى جزء من الاجزاء، ايضا جزء منه ان انت بتدي المعلومه لجمهورك الكبير في كل حته في اوروبا او كل حته في العالم او كل حته في مصر، انت بتعمله عشان تودي المعلومه الواضحه من خلال طبعا البرامج اللي موجوده داخل القناه. نفس الوقت الحاجه الثانيه ان انت بتدافع على قناتك من خلال طبعا الهجوم اللي ممكن يبقى عليها في وسائل الاعلام. لكن طبعا هو الموضوع بره مش كده زينا عندنا خالص، احنا هنا الموضوع زياده شويه، انت عايز تعمل برنامجك يتشاف، برنامجك يبقى موجود على الساحه واسمك يبقى لامع، لازم تهاجم. اما تيجي تهاجم نادي كبير زي الاهلي اعتقد ان انت كمان يبقى صيتك اوسع واحسن واعلى بكتير. فبالتالي لو نتذكر طبعا برنامج شهير ملك وكتاب المهندس علي القيعي واستاذ ابراهيم منيسي في البدايه، في بدايه قناه الاهلي، بالاضافه طبعا الى بعض البرامج ومنها كان طبعا اذاعه المباريات كان قناه الاهلي بتعملها في الوقت ده، كان هو البرنامج الاشهر وبرنامج كان مميز جدا ويتذكره جمهور النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي في التوقيت ده. حتى لما جينا نطلع من جديد من خلال شكل تاني مختلف، استوديو مختلف، كل ده كان مختلف، كان المناداة برجوع برنامج ملك وكتابة لو احنا نتذكر في وقت من. طب برنامج ملك وكتابة كان هدفه ايه؟ هو الحفاظ على استقرار النادي، استقرار والدفاع عنه واستقرار مجلس الإدارة. ونتذكر طبعا أكيد كان فيه هجوم ساعات على كابتن حسن حمدي في التوقيت ده، ولكن كان البرنامج بيطلع بشكل من الأشكال بيتكلم وبيدافع على النادي وبيتكلم ويدافع على اللعيبة، بيتكلم ويدافع على الشكل والاستقرار الإداري والفني داخل النادي الأهلي. هو ده الهدف من إقامة أو خروج قناة الأهلي للنور. دلوقتي الناس بتهاجمنا ان احنا عايزين نعمل الموضوع ده، بنتكلم ان احنا عايزين استقرار لمجلس الاداره عشان النادي يمشي بشكل مميز، عايزين استقرار للشكل الفني عشان النادي يمشي بشكل مميز، سواء بقى في كره قدم، في طايره، في سله. يعني الوضع غريب جدا، انت بتكلمنا في ايه؟ ما هي قناه الاهلي اسمها قناه النادي الاهلي، هل من الممكن ان النادي الاهلي يبقى مستقر فنيا ويحافظ على بطولاته وحياته اللي دايما مليانه بطولات من غير ما يكون في استقرار اداري؟ ما هو ده النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، مستغربين ان انت بتسمينا مسمى ان احنا قناه مجلس اداره. لا يمكن على فكره، يعني هيجي مجلس اداره، هيجي مجلس إدارة تاني، هنفضل نتكلم ونحاول نخليه في حالة استقرار، وهيجي مجلس إدارة تالت وهنحاول نخليه في حالة استقرار. هو ده اللي احنا موجودين عشانه، لأن احنا لأن نادينا يعني بطولات بشكل مختلفة، بطولات موجودة باستمرار مش هتيجي غير بالاستقرار، وده الأميز عندنا. خلي بالكم، انتوا عايزيننا نبقى زي أندية تانية؟ مش هيحصل. لا يمكن طبعا إن احنا نكون بنقول نروح نقول للباشمهندس محمود طاهر لا أنت حققت بطولات، لا أنت وحش، أنت مش كويس، انت لازم ننتقده. لكن البطولات اللي قدامنا دي لما تيجي سواء بقى سيدات في كل الالعاب، طايره، يد، سله، لازم طبعا نبين الجزئيه دي، لازم نقول الجزئيه دي، سواء بقى شفنا بطولات في كره اليد رجال، كره اليد او كره الطايره سيدات، كره القدم ثنائيه السنه دي، وهكذا. البطولات اللي شغاله قدامنا واللي احنا بنشوف دائما بننام وبنصحى كل يوم بطوله، سعداء زي ما بقول لكم، النادي الاهلي هو اللي بيرمي السعادة أو بيضع السعادة والابتسامة على وجه عدد كبير من المصريين. طيب انتوا يعني في الأول وفي الآخر عايزيننا نقول لهم ايه؟
او نتكلم من خلال وجودنا في الكراسي اللي احنا فيها دي نقول ايه؟ يعني ننتقد؟ ما هو لو في حاجه مش مظبوطه بننتقد وبنقول. على فكره انا واحد من الناس كنت معترض على بند من بنود اللائحه مثلا، وقلت هنا في القناه واتفقت مع بعض الناس اللي ممكن تكون بتقول ان عدد الشباب في اللائحه الجديده او المترشحين في الانتخابات القادمه من خلال اللائحه 2 شباب فقط، لا احنا عايزينهم كان اكتر. ايه المشكله يعني؟ هو وضع موجود ومجلس الاداره هو اللي حاطط هذه اللائحه. لكن انتوا عايزيننا نتكلم عليهم بشكل كويس؟ لا مش عايزين كده، انتوا عايزيننا نتكلم عليهم بشكل كويس وحش عشان نقول دي قناه الاهلي، لا هي قناه الاهلي موجوده عشان ندافع على مجلس الاداره اللي هو مفروض ممثل الكيان في ادارته عشان نخليه في حاله استقرار، وفي الاول وفي الاخر هو الكيان بشكل كبير، هم ناس موجوده جواه عشان التروس تمشي، عشان يديروا التروس بشكل مميز، وزي ما بقول لكم مجلس اداره تاني هيجي هندافع عنه، وهندافع عن استقرار الجهاز الفني، وهندافع عن كابتن حسام البدري، وبننتقده في الحاله الفنيه لما بيبقى فيه مشكله، وهكذا وهكذا وهكذا. انتوا بقى عايزيننا نوصل بايه من خلال طبعا كلامكم في القنوات، في كلامكم في ان احنا بنطبل احنا مش بنطبل، لا انتوا لو انتوا اهلاويه بجد هتقولوا لا انتوا ماشيين مظبوط، انتوا بتتكلموا مظبوط. اللي يسال عن بقى مع شخصيتي انا كمحمد فاروق اللي قريب مني واللي يعرفني كويس هيعرف ان انا ما عنديش الجزئيه دي. ارض النفاق ده انا ما عنديش في حته ارض النفاق، عمري ما بطبل لحد عشان اشتغل، انا ربنا الرزق ده من عند ربنا وكلنا رزق من عند ربنا. احنا عشان انا اتربيت، انا كنت متربي في النادي الاهلي ده في الجزيره ايام ما كان تراب تراب، طبعا كل اعضاء النادي الاهلي وفاكرين اللي بيسمعني دلوقتي فاكر النادي الاهلي لما كان تراب في الجزيره، لما كنا الملاعب الناشئين كانت بتتمرن في تراب قبل ما يبقى فيه اهلي مدينه نصر، هو ده اللي اتربيت عليه واتربيت فيه، ان انا احافظ على النادي وليس اشخاص، واتكلم على النادي بشكل عام وليس اشخاص. وبالتالي لما انا اقول مهندس محمود طاهر عمل بعض او عمل انجازات من خلال البطولات الموجوده في الالعاب الجماعيه، كره قدم، يد، سله، طايره، العاب فرديه، انشاءات، اما نيجي نتكلم عن طب ما احنا لازم نتكلم يا جماعه، انتوا يعني الوضع انتوا يعني عايزين في ايه؟ يعني بنتكلم في ايه طيب؟ قولوا لي. ما انتوا بتهاجموا النادي الاهلي، هنطلع نتكلم في كوره بس؟ طب ما الهجوم ده بيأثر على مجلس اداره مثلا، لو اثر عليه اثر عليه سلبي، طب ما هيأثر على كره القدم، هيأثر على الطايره وعلى السله. حاله الاستقرار ده حاجه مهمه جدا، ادي بطوله من البطولات بتترفع قدامنا. يعني اقول له ايه؟ اقول للمهندس محمود طاهر ومجلس ادارته ايه؟ انتوا وحشين؟ لا ما تحققوش البطوله دي؟ طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، فبالتالي قناه مجلس اداره، قناه مش عارف كلام، اي كلام وخلاص. يا ريت الاهلاويه اللي بيحبوا الاهلي فعلا ما يقولوش كده، عيب. احنا كلنا اهلي، كلنا اهلي، كلنا جماهير اهلي محبين للنادي ده، عايزين النادي ده يمشي، ما تمشوش ورا ناس ممكن تكون عايزانا نبقى زينا زي غيرنا. ما ينفعش النادي الاهلي بعد حجم البطولات اللي حصل عليها على مدار تاريخه والعظماء اللي كانوا موجودين في مجالس ادارته كرؤساء او اعضاء، ان احنا نبقى زي غيرنا، احنا بحجم احنا زي غيرنا عشان بطولاتنا اللي بتترفع قدامنا دلوقتي، سواء بقى طايره، يد، سله، كل الالعاب موجوده. فبالتالي ارجو من الاهلاويه اللي فعلا بيحبوا النادي الاهلي ما يمشوش ورا الناس دي، ما يحسسوناش ان احنا يعني احنا ممكن نخترق بسهوله، لان انتوا يعني الحائط الاول للدفاع عن النادي الاهلي مش احنا، احنا بنحاول نوصل المعلومه او بحاول انا من خلال تواجدي وزملائي ان احنا نوصل معلومه موجوده، توضيح معلومه موجوده، هي دي النقطه. لكن جمهورنا هو اللي بيقوم النادي اكتر، هو اللي بيزقه لقدام اكتر، فما ينفعش ننقسم خصوصا في جزئيه الجماهير، لان الجماهير هي رقم واحد بالنسبه لنا. الجماهير العموميه قالت كلمتها وكل حاجه، ولكن جمهور النادي الاهلي ده كبير جدا، احنا بنتكلم بالملايين، لكن اما نتكلم على الجمعيه العموميه طبعا ولها كل الاحترام وهي اللي بتدي الثقه في مجلس اداره، هم يعني 156,000، لكن جماهير النادي الاهلي بالملايين في كل حته في العالم انا بقول لكم. فبالتالي لازم تقولوا ان احنا فعلا بندافع عن النادي الاهلي، واكيد جماهيرنا دي زي ما احنا بنتكلم وباستمرار فرحانه ان الشباب دي وشباب النادي الاهلي دول بيرفعوا الكؤوس دي، اكيد الانجازات اللي حصلت دي اكيد كلنا بنبقى سعداء. ليه وقت الانجاز بنقول احنا سعداء ومبسوطين، لكن ننسى شويه ونبتدي نهاجم مجلس الاداره؟ هاجمه، محدش قال لك ما تهاجموش، محدش قال لك ما تنتخبوش المره الجايه،
ما حدش قال لك كده، لكن ما تحاولش انك يعني تخلي الناس او تخلي الهدف اللي موجود من خلال الناس اللي بره هو اللي يجي، هو اللي يبقى صحيح، هو اللي يتحقق. لا، انت من خلال وجودك كاهلاوي وحبك للنادي الاهلي هو ده اللي انت مفروض تعمله. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو واحد من الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون ولا 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 جه المكان ده هيقول نفس الكلام، هيقول نفس الكلام. اصل هو، ما هو اهلاوي وبيحب النادي الاهلي، مش هو بيقول كده؟ اهلاوي بيحب النادي الاهلي، لما هيجي هنا هيدافع عن النادي الاهلي وهيدافع على مجلس اداره النادي الاهلي، سواء بقى مين مسمى، مين موجود كرئاسه نادي، هو هيجي يعمل كده. لكن انت بقى كمحب للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي تبتدي بقى تهاجم الناس اللي مثلا بيقولوا لك المعلومه المظبوطه، بيحاولوا يدافعوا عن النادي الاهلي واستقراره من خلال وجود قناه هي هدفها الخروج للنور، انها تدافع عن النادي الاهلي وهدفها انها توصل المعلومه ليك بشكل صحيح، ده اعتقد شكل غلط او اسلوب غلط. نتمنى ان هو زي ما احنا شايفين كره القدم السنه دي محققه ثنائيه، وكل الالعاب ايضا. يعني انا مش تقريبا، انا يعني سواء كرة قدم كل الألعاب تقريبا حققت بطولة، ودي في حد ذاتها إنجاز. إنجاز يا جماعة، لازم إحنا نبقى سعداء بنادينا، فخورين بيه، يعني حاجة مميزة جدا. لازم نقول طبعا للمهندس محمود طارق شكرا، يعني ده شكرا إن هو في ظل المشاكل الموجودة في الرياضة المصرية، في ظل المشاكل الموجودة اللي قابلها في حتة إن هو انتخب وبعد كده تم إبطال الانتخاب نتيجة أخطاء إدارية، موجود كمجلس معين. فبالتالي يعني الراجل، يعني احنا ماشيين في طريقنا الصحيح، احنا ماشيين في الدنيا المظبوطه في الشكل المظبوط. احنا عندنا سياسه، وزي ما بقول لكم النادي الاهلي من زمان وفي سياسه بتكتمل، اللي جاي بيكمل اللي قبله واللي بعده بيكمل اللي قبله وهكذا. فبالتالي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده احنا بنتكلم ان حتى لو اتكلمنا على اللائحه، لو احنا بنفتكر على الجزئيه دي اللي عمل اللائحه هو كانت بتتجهز اوقات كابتن حسن حمد، دلوقتي المهندس محمود طاهر جه كملها، واللي هيجي بعد كده لو ما عجبوش هيبتدي يغير في جزئيه اللائحه. اكيد كلنا موجودين سواء هنا او في مجلس اداره او في كره القدم او السله او الطايره، هو جاي عشان يخدم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وليس اشخاص، ولازم نفهم كده. نرجو ان احنا نفهم كده. اسألوا عننا، اسألوا عن الشخصيات، احنا ما بنطبلش، انا ما بطبلش، انا مش محتاج ان انا اطبل، والرزق بيد ربنا. واي حد بيفهم في الاعلام هيعرف ان النهارده انا موجود هنا، بكره موجود في حته تانية، مش محتاج ان انا اطبل عشان افضل، لان طبعا الرزق زي ما بقول لكم بايد ربنا. ولكن طبعا انا حبي للنادي الاهلي وخوفي عليه، وساعات بشوف كده تعليقات مش في محلها، لان انت بتتكلم في بعيد عن النادي الاهلي تماما وعن الهدف اللي موجود احنا هنا من خلاله، هو الدفاع عن النادي الاهلي. دي بطوله النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، كاس مصر ودوري، ده في كره القدم. وايضا لما نيجي نتكلم في بطوله افريقيا ان شاء الله، من خلال طبعا بطوله افريقيا ومباراه الترجي، احنا منتظرين ان شاء الله كل ده، احنا منتظرينه وبنثمن طبعا كل مجهودات المجالس السابقه وكل مجهودات ان شاء الله اللي هتحصل من خلال المجلس الحالي والمجالس القادمه ان شاء الله للنادي الاهلي. احنا محتاجين كل يوم بطوله، زي ما بقول لكم بنبقى سعداء جدا من خلال تواجدنا. زي ما بقول لكم ايه، انا ما بلبس فانيله النادي الاهلي وانام بنام سعيد، في ناس تانيه بيلبسوا فانيلتهم بيناموا حزنا، لان ما فيش بطولات. انت كل يوم بتبقى سعيد ومبسوط من خلال البطولات اللي انت شايفها، من خلال النجوم اللي بتظهر وموجوده جيل بعد جيل بتخدم هذا الكيان، بيبطلوا بيبقوا موجودين داخل النادي بيخدموه من خلال طبعا وجودهم كمدربين كاداريين كمذيعين وهكذا. انت بتتكلم مع او بنتكلم مع نجوم كانوا موجودين في وقت من الاوقات بيكلموا في جزئيه الحفاظ على الكيان، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ولكن طبعا دي رساله اتمنى انها تكون وصلت بشكل ما، دي حاجه مميزه. خليني اقول لكم طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بيعتمد لائحه النادي الاساسيه ويرسلها طبعا للجنه الاولمبيه اللي من طرفها اتكلمت ان اللجنه القانونيه الخاصه باللجنه الاولمبيه المصريه هتشوف الجزء القانوني، الشؤون القانونيه الخاصه بيها برئاسه المستشار احمد عبد المنطلب هيشوف الجزء ايه، هتوصل ليه هذه الاجراءات كانت صحيحه ولا مش صحيحه. ولكن طبعا النادي الاهلي بيرسل اللجنه الاولمبيه خطاب باعتماد الجمعيه العموميه للائحه الخاصه او لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي وموافقه
14,917 عضو على هذه اللائحة، وده أعتقد عدد كبير، عدد أعتقد لا يستهان به من الجمعية العمومية لأكبر نادي في الشرق الأوسط والوطن العربي. وتقريبا يعني احنا مش عايز أقول تقريبا، احنا وصلنا للعالمية، احنا في القريب العاجل إن شاء الله هنوصل ليبقى لينا محبين من الدول الأوروبية، وده اللي احنا نتمناه من خلال طبعا الخطة اللي جاية إن شاء الله من خلال طبعا مجالس الادارات القادم. كابتن حسام البدري بيدور طبعا، يعني كلنا عندنا او معلومه ان احنا عندنا مشكله في حته ازمه الدفاع. احمد حجازي لما سافر اصابات ساعات لما بتبقى موجوده لرامي ولا لنجيب ولا لسعد، بتبقى انت عندك مشكله في حته المدافع، وكل الجماهير بتطالب الى حد ما وبتسال امتى هنجيب مدافع مميز يبقى موجود مع النجوم اللي موجوده في خط الدفاع. اعتقد ان كابتن حسام البدري طلب هذا من لجنه الكره، واكيد المجلس الاداره بيوفر بشكل كبير الامور الماديه للحصول على اي لعيب يكون مميز وباي ثمن، وده اللي بيحصل. لكن كابتن حسام البدري بيتكلم على هذا المركز، لان طبعا احنا في حاجه ليه. ايضا جزئيه اللاعبين السوريين زي ما احنا عارفين ان هم بيتعاملوا كلاعبين مصريين، ممكن نقدر نستفاد بلاعب يبقى موجود بشكل مميز. اعتقد يعني في معلومات عن كابتن منتخب سوريا، قلب دفاع كابتن منتخب سوريا هيبقى عليه النظر او في نظره عليه بشكل كبير، هيكون يعني كابتن حسام البدري بيتابعه بشكل مميز، وده اللي احنا نتمنى ان انت تجيب لعيب يكون على قد المسؤوليه في وجوده داخل النادي الاهلي. ايضا بعض اللاعبين اللي ممكن كابتن حسام بدري بيشوفهم بشكل تاني. كابتن حسام بدري بيستقر ان شاء الله، هيكون يوم الاربعاء عند مباراه وديه مع النصر ان شاء الله بمشروع الهدف، دي اولى المباريات الوديه بعد طبعا العوده من التدريب او عوده لفتره اعداد. احنا على فكره في النادي الاهلي يعتبر بالرغم من قصر الاجازه، ولكن دي تعتبر فتره اعداد قبل بدايه الموسم ان شاء الله. انضمام عبد الشافي بقى، نروح لمنتخبنا الوطني، وده خبر عن منتخبنا، انضمام عبد الشافي ومرسي والنني لمعسكر المنتخب. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يوم 31 هذا الشهر ان شاء الله في مباراه اوغندا، مباراه مصيريه لمصر يعني لمنتخبنا الوطني، يعني من خلالها حاجات كتير قوي هتتغير في تاريخ الكره المصريه. وصولك ان شاء الله لكاس العالم حاجه مميزه جدا، حاجه مهمه جدا، كلنا حلمنا الاول واللي احنا بنتمناه من 90 حتى الان ومش عارفين نوصل له هو الوصول لكاس العالم. امور بقت قريبه جدا، امور بقت على بعد خطوات او على بعد مباراه او مباراتين تقدر من خلالها توصل لكاس العالم، ودي في حد ذاتها ان شاء الله هو حلمنا. واكيد ان شاء الله احنا وراكم ووراء طبعا كل الجهاز الفني واللاعبين والاداريين واتحاد الكره حتى هذه المباراه وما بعدها ان شاء الله، لان احنا عندنا مباراه ثانيه هتترد يوم 5 سبتمبر في برج العرب، في سد الجيش ببرج العرب. كل ده مهم جدا ان احنا نبقى اعلاميا وجماهيريا مع منتخبنا الوطني، لان طبعا مباراه مهمه وهتحقق حاجات كتير في طموحاتنا وهتغير شكل الكوره والله. يعني خلي بالكم وصولك لكاس عالم الشكل بتغير، طريقه الاداره بتتغير، انت عايز توصل لاحسن حاجه من خلال طبعا اتحاد الكوره ومن خلال الانديه. ده مهم جدا، وصول لكاس عالم هيفرق معانا كتير. برضو في نفس الاطار كابتن احمد ناجي وهو من المدربين المميزين جدا لحراس المرمى بيتكلم على حراسه مرمى المنتخب، وان طبعا في ظل وجود ثلاثي شريف اكرامي وعصام حضري واحمد الشناوي هم حراس مرمى في غايه التميز. لكن طبعا من تصريح كابتن احمد ناجي وهو بيتكلم معرفش حسسني ان هو اختيار حارس مرمى بعينه، لما بيتكلم على جزئيه الاعتماد على الخبرات خلاني وداني الاحساس كده لعصام الحضري، مش عارف ليه، بس هي دي النقطه اللي ممكن كابتن احمد ناجي لمح ليها من خلال تصريحه في هذا الامر، من خلال طبعا ان وجود حراس المرمى الثلاثه في شيء متميزين بشكل كبير، لكن الخبرات هي اللي ممكن تحسم بشكل كبير. انا بقول يعني ان عصام الحضري هو الاكبر واكثر خبره في الحراس المرمى الثلاثه، بدون طبعا ان انا بقول ان شيف في احسن مستواه، ايضا الشناوي في احسن حال في مستواه، فبالتالي ليهم كل التوفيق الثلاثه صراحه ما شاء الله عليهم، ليهم كل التوفيق، وهم في الاول وفي الاخر هم حراس مرمى منتخب مصر. ولكن طبعا عايزين نقول ان الشيف اكرامي في حاله مميزه جدا، الشيف اكرامي يعني بيحقق السنه دي ارقام قياسيه مع النادي الاهلي بشكل كبير، كلين شيت في هذا الموسم بشكل كبير غير مسبوق في الدوري المصري والنادي الاهلي، فبالتالي نتمنى طبعا ان شاء الله اختيار الكابتن احمد ناجي
يكون موفق يكون سليم، هو ده اللي احنا نتمناه. اختار يبقى موفق لكل الافراد اللي موجودين داخل الملعب اللي هيلعبوا هذه المباراه. يعني كلام مهم جدا للكابتن احمد ناجي وطبعا مستر هيكتور كوبر اللي بيحاول يبقى يعني زي ما احنا شايفين في لعيبه جايين لسه جايين من اللعيبه المحترفين لسه جايين ولسه هيتمرنوا. الامور بتبقى طبعا صعبه لما بيبقى جاي لك اللعيبه قبل المباراه بثلاث اربع ايام، تاقلم حاله التاقلم حاله الهارموني اللي بيبقى موجوده مع الفريق ازاي كمدرب ازاي تخليها ترجع تاني بسرعه. هو ده اعتقد المدرب الكفو، ويمكن مستر كوبر من خلال السيستم اللي هو حاطه والفكر اللي موجود واللي طبقه واللي كان موجود من خلال بطوله الامم الافريقيه واللي وصلنا للنهائي، وطبعا برغم طبعا وصولنا للنهائي اللي احنا ما خدناش البطوله، ولكن يعني كان في شكل كان في فرحه لجماهير مصر. ان شاء الله من خلال اللي هو فكره ده ومن خلال التدريبات ومن خلال اليومين الجايين دول يوصلوا اللعيبه بشكل جيد عشان مباراه مهمه. هم اكيد طبعا حاسين ان ده حاجه في تاريخهم، حاجه في حياتهم ممكن ما تتكررش تاني وبقت قريبه. فبالتالي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي ابتدى طبعا هو موجود في برج العرب وان شاء الله هيسافر قبل المباراه بيومين، فبالتالي هيتمرن تمرينه واحده في كامبالا وثم بقى هذه المباراه المصيريه لمنتخبنا الوطني. كل التوفيق لمنتخب مصر وايضا كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي في فتره اعداده والمباراه الوديه ثم طبعا بدايه الموسم مع طلائع الجيش ثم مباراه الترجي في ربع النهائي في بطوله افريقيا، وده امل النادي الاهلي وامل جماهير النادي الاهلي ايضا. خليني يعني نجوم مصر هيكونوا معايا بعد الفاصل، كابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي وكابتن سمير كمونه نجم مصر ونجم النادي الاهلي، هنتكلم بقى عن الفتره القادمه ومنتخبنا الوطني وايضا النادي الاهلي واستعداداته، وممكن كمان هم اعضاء جمعيه عموميه نقدر نتكلم لبعض الثواني والدقائق معاهم في هذا الحدث اللي كان موجود من يومين وانتصرت فيه الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي. فاصل واستقبل ضيوفي على طول.